نحييكم على الهواء مباشرة من استوديوهات 218 نيوز في برنامجكم البلاد. فقرتنا الأولى اليوم في البلاد حتكون موسعة جدا في نقاشها على أهم وأخطر الظواهر الإنسانية اللي مسببة أزمة حقيقية في ليبيا، ظاهرة الهجرة غير القانونية. نحاول نفهم اليوم خصائصها، طبيعتها ومخاطرها. نحكوا عن مخاطر لها علاقة بالأمن القومي الليبي، نحكوا أيضا على مخاطر لها علاقة بالتحول السكاني العرقي، ومخاطر اقتصادية بطبيعة الحال تنهك في الدولة الليبية المنهكة أصلا. في جانبين في موضوع الهجرة غير القانونية. أولهن الهجرة في الداخل، يعني هجرة وانتقال الناس اللي تسكن في القرى في المناطق الريفية، هجرتها للعاصمة وللمدن، يعني أسباب مختلفة بسبب غياب التنمية في المناطق في القرى. أيضا هذا دار ويدير في خلل جغرافي سكاني كبير في دولة زي ليبيا، فيها أصلا خلل ديموغرافي جغرافي، بمعنى عدد سكان قليل ومساحة شاسعة هائلة جدا. الجانب الثاني اللي مسبب أزمة اقتصادية وإنسانية وحتى أزمة أخلاقية للدول الأوروبية هو جانب الهجرة من دول الجنوب لدول الشمال، والأسباب بطبيعة الحال مختلفة متفاوتة يعني، بس تمشي كلها لنفس النتيجة، تمشي بينا لنفس النتيجة اللي هي هروب مجموعات بشرية هائلة للشاطئ الأوروبي. أسباب زي الحروب، زي النزاعات الأهلية، زي الكوارث الطبيعية، الاضطهاد، الفقر، البطالة، وحتى الأنظمة القمعية الديكتاتورية اللي تصنع في بيئة طاردة لمواطنيها. اليوم نمشوا أبعد في محاولة فهم التعقيدات، نحاول نجد الحلول، نفكروا في الحلول الأمنية التنموية في إطار مكافحة الهجرة، وأهم النقاط اللي وردت في الاتفاقيات الأوروبية الليبية. وخلوني نرحب بضيفنا اللي انضم لنا الآن من روما في إيطاليا، الدكتور محمد سويب، الباحث في ظاهرة الهجرة. دكتور محمد، أهلا وسهلا بك في برنامج البلاد. دكتور محمد، يبدو أن الدكتور محمد مازال ما يسمعش فينا. دكتور محمد سويب، نحاولوا نعالجوا الخلل اللي في الصوت. الصورة واصلة لكن الصوت يبدو أنه في خلل من المصدر من روما من إيطاليا. نحاول نطرح نقاط مهمة اليوم مع الدكتور محمد سويب. نبدأ يعني بقضية تعريف الهجرة غير القانونية. أكيد أن الناس يعني والرأي العام دائما يعني أصبحت هو الشغل الشاغل دائما في الأخبار الدولية العالمية، وحتى يعني ربما قضية الهجرة غير القانونية أعادت الاهتمام الأمني، خلونا نقوله مش اهتمام سياسي، اهتمام أمني بملف الأزمة الليبية، لأن ليبيا أصبحت يعني مشكلة حقيقية. يعني ينطلق من شواطئ ليبيا عدد هائل، آلاف، مئات الآلاف، يعني مئات الآلاف اللي هم يطلعوا من الشواطئ الليبية. نحاول الآن نعيد الاتصال بالدكتور محمد. دكتور محمد، تسمع فينا؟ أيوة نعم. أهلا وسهلا بك دكتور محمد سويب في برنامج البلاد. اهلا وسهلا بك. بدايه دكتور محمد، ونحن نرحب بك اليوم، وانا سعيد جدا بوجودك معي اليوم في برنامج البلاد ونحكي عن ظاهره الهجره غير القانونيه. لو نبدا بتعريف مختزل يعني لظاهره الهجره، نبدا نعرف طبيعتها، خصائصها. اولا السلام عليكم، وبسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. حقيقة أصبحت ظاهرة الهجرة الغير شرعية أو الغير قانونية من الملفات والأجندات التي تتقدم اهتمام صانعي القرار السياسي في ليبيا، وأصبحت هاجس للمواطن الليبي. بداية فيما يخص تعريف الهجرة غير القانونية أو غير الشرعية، هناك العديد من التعريفات والتصنيفات لمفهوم الهجرة، فهناك الهجرة الطوعية، وهناك الهجرة القصرية، وهناك الهجرة المؤقتة، وهناك الهجرة الدائمة. نحن ما يهمنا الآن هو تحديد مفهوم بسيط للهجرة الغير قانونية. هي دخول أو انتقال مجموعة من البشر سواء بشكل جماعي أو بشكل فردي إلى أراضي دولة أخرى أو إلى أراضي الدولة المقصودة دون الحصول على إذن قانوني من سلطات هذه الدولة. هذا باختصار المفهوم العام المبسط للهجرة الغير قانونية أو الهجرة الغير شرعية. الهجرة الغير قانونية أو الهجرة بشكل عام هي ظاهرة إنسانية طبعا تاريخية تزامنت وتواجدت مع تواجد الإنسان على هذه الأرض،
وحدثت العديد من الهجرات عبر التاريخ منذ القدم، من انهيار سد مأرب إلى الهجرة الأوروبية إلى أمريكا، إلى الهجرات داخل أفريقيا إلى آخره. من تاريخ الإنساني شهد العديد من الهجرات الإنسانية الكبيرة، ولكن في تلك الفترة لم تكن تعرف بالهجرة الغير شرعية أو الهجرة الغير قانونية. كانت تحدث هذه الظاهرة عندما تتوفر أسبابها كالأسباب الطبيعية، الانهيارات، الزلازل، الفيضانات، المجاعات، وأيضا هناك أسباب غير طبيعية اللي هي مثل الحروب والاضطهاد العرقي والمنازعات السياسية إلى آخره. هذه تساهم، عندما تتوفر تساهم في عملية الهجرة أو في حدوث ظاهرة الهجرة الغير شرعية. بطبيعة البشر والإنسان يهاجر دائما ويبحث عن المناطق الأكثر أمانا والأسهل عيشا. ما يهمنا في 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 هذا الموضوع هو الهجرة الغير شرعية من وإلى ليبيا. هذا الموضوع وهذا الملف الذي أصبح من الملفات الخطيرة ومن المشاكل الخطيرة التي تواجه صانع القرار السياسي والأمني في ليبيا. طيب دكتور محمد، لو نبدأ دكتور محمد لو تسمح فينا. نعم. يعني لو نبدأ بقضية، يعني نديروا وصف. نعم. للصدفة الجغرافية السيئة الليبيا وقضية الخلل الجغرافي الديموغرافي، يعني المساحة هائلة مع عدد سكان قليل. نعم. نعم. طبعا موقع ليبيا كما هو معروف موقع استراتيجي ومهم جدا. ليبيا دولة مترامية الأطراف، تحدها 6 دول، ويطوقها وجود ديموغرافي سكاني ضخم يبلغ حوالي 200 مليون نسمة، يطوقون دولة ليبيا من مصر إلى السودان إلى تشاد إلى النيجر إلى الجزائر إلى تونس، بالإضافة إلى دول الواقعة جنوب الصحراء الكبرى مثل مالي وأفريقيا الوسطى وإلى أدغال أفريقيا في الداخل. كل هذه الكتل البشرية ترغب في الهجرة والانتقال إلى العالم الآخر، إلى أوروبا، حيث العيش الرغد والاقتصاد والأمن والاستقرار السياسي إلى آخره. طبعا ليبيا لديها مشكلة ديموغرافية مزمنة، بأن دولة ليبيا مساحتها 1,750,000 كيلومتر مربع، يعني ما يعادل قرابة 20 دولة أوروبية. هذه المساحة الشاسعة لا تتناسب مع عدد السكان القليل الذي لا يتجاوز 7 أو 8 مليون. فهاجس الأمن الديموغرافي أو الأمن السكاني وأمن الحدود دائما يعتبر من الملفات الرئيسية في السياسة الخارجية الليبية وفي حتى السياسة الداخلية في ليبيا، لأن تأمين هذه المساحات الشاسعة وهذه الآلاف من الكيلومترات المفتوحة في جغرافيا صعبة وصحراء قاحلة محتاجة لإمكانيات ضخمة ومحتاجة لخطط استراتيجية محكمة ومستديمة للسيطرة على هذه الحدود. هذه السيطرة هي الأساس في تأكيد سيادة أي دولة في العالم، هي السيطرة على الحدود. طبعا ليبيا ترتبط مع تشاد ب 1,055 كيلومتر، مع النيجر ب 354 كيلومتر، مع السودان ب 383 كيلومتر. يعني مجموع هذه قرابة أكثر من قرابة 1,700 كيلومتر أو 1,800 كيلومتر. هذا الخط الجنوبي الذي يمر عبر جغرافيا وعرة ليس من السهل تغطيته بالكامل وليس من السهل مراقبته بسهولة. هذا الوضع الجغرافي أيضا لليبيا أنها تملك 2,000 أو 1,900 كيلومتر على المتوسط، تقريبا أطول ساحل، أطول دولة تمتلك هذا الساحل على المتوسط على الأقل في الضفة الجنوبية، مقابلة أوروبا وإيطاليا بالتحديد. هذا الموقع ساهم بشكل كبير في تدفق المهاجرين الغير شرعيين أو الغير قانونيين إلى ليبيا لقصد العبور. إذن من أهم خصائص الهجرة غير الشرعية وغير القانونية في ليبيا هو أن دولة ليبيا دولة عبور وليست دولة مقصد،
وليست دولة مصدر للمهاجرين الغير شرعيين. وضح الجغرافي هو الذي وضعها في وسط هذه الإشكالية وهذه المشكلة الدولية التي لا يجب أن تعالج كمشكلة ليبية فقط، وإنما هي مشكلة دولية تشترك فيها عديد من الدول، دول المصدر المصدرة للمهاجرين الغير شرعيين، ودول المعبر اللي هي من ضمنهم ليبيا، ودول المقصد والتي وهي أوروبا ولا سيما إيطاليا ومالطا و غيرها من الدول الأوروبية التي يقصدها المهاجرين الغير شرعيين. نعم. طيب دكتور هذا محمد من جانب. نعم. من جانب آخر نعم. نعم يعني قبل خليك تكمل كلامك بس نبغى ننتقله يعني لقضية أو محور المخاطر اللي تمثل ظاهرة الهجرة، لو نحكي على مخاطر اقتصادية، مخاطر ديموغرافية، ومخاطر لها علاقة بالأمن القومي وحتى مخاطر صحية يعني. نعم. صحيح صحيح صحيح. نعم طبعا من أهم مخاطر الهجرة الغير شرعية من وإلى ليبيا هو في تصوري أخطرها هو الخطر الديموغرافي، بمعنى الخطر السكاني، الخطر في بمعنى خلخلة الوضع السكاني في ليبيا لا سيما في الجنوب. فتدفق هذه الأعداد الهائلة من المهاجرين الغير شرعيين أو الغير قانونيين من تشاد والنيجر ومن كل دول أفريقيا ومن القرن الأفريقي عبر السودان إلى الكفرة إلى جدابيا إلى بقية مدن ليبيا، هذا الخطر في تصوري أنه هو الخطر الأساسي والأكبر لإحداث خلل ديموغرافي سكاني في ليبيا لا سيما في منطقة الجنوب. هناك أيضا مخاطر أمنية متمثلة في تسرب العديد من المجرمين وعصابات التهريب المخدرات وعصابات الإرهاب ومن يحترفون الإجرام، وهذا الذي سبب هاجس أمني. الآن الليبيون أصبحوا يعوا جيدا مدى خطورة الخطورة التي تعانيها ليبيا الآن من ظاهرة الهجرة غير شرعية، وهذا أمر جيد أن الليبيون الآن أصبحوا يعوا مدى خطورة هذه الظاهرة. هناك مخاطر صحية طبعا، المهاجرين الغير شرعيين أو الغير قانونيين القادمون من خلف الصحراء العديد منهم يحملون أمراض سارية، أمراض معدية أصبح من الصعب مكافحتها، وأثقل كاهل الدولة الليبية في التصدي لهذه الأمراض ولوقف هؤلاء البشر الحاملون للفيروس لعديد من الأمراض السارية، وبعض الأمراض التي اندثرت من ليبيا الآن رجعت من جديد حملها هؤلاء المهاجرين لأنهم غير قانونيين ولا يمروا على أي حجر صحي ولا أي كشف صحي بدون أي أوراق تبوتية، فقط أنه قرر الهجرة من بلده ولا يريد العودة وليس له أي شيء يعود إليه في بلده، لأنه خرج من بلد طاردة، بلد تعاني فقر اقتصادي، اضطرابات سياسية، حروب إلى آخره، اضطهادات عرقية، كل هذه المشاكل موجودة في الدول المصدرة للمهاجرين الغير شرعيين. هذا من الناحية الأمنية بشكل صحية بشكل عام. من الناحية الاقتصادية طبعا أصبح تواجد الأعداد الهائلة من المهاجرين الغير شرعيين يثقل كاهل الدولة الليبية على المستوى الاقتصادي، لأن يتم إيواءهم عبر مراكز الإيواء التابعة لجهاز الهجرة الغير شرعية أو لوزارة الداخلية، وطعامهم وعلاجهم أيضا. هذه الموجات البشرية القادمة من أفريقيا هي ليست ذو خبرة أو ليست أيادي مدربة أو أيادي فنية، وإنما لا يجدون شيء يمكن الاستفادة منه، وهؤلاء الأشخاص أو هؤلاء المهاجرين عندما يأتوا إلى ليبيا هدفهم الأول والأخير هو جمع المال بأي طريقة كانت، شرعية قانونية غير قانونية لا يهم. ولهذا وللأسف الشديد أن العديد من المهاجرين الغير شرعيين أصبحوا يمتهنوا السرقة والقتل والحرابة، وأصبحوا منهم من يمتلك حتى السلاح في ظل هذا الوضع الأمني الاستثنائي اللي تمر به ليبيا. أصبح الجو مهيئ تماما لقدوم الآلاف من المهاجرين. على سبيل المثال قوة الردع مشكورة في طرابلس تواجهت
مع العديد من المهاجرين غير شرعيين الذين يحملون السلاح ويمتهنون بيع المخدرات وإدارة شبكات الدعارة، يعني هذا في وسط طرابلس، فما بالك بالجنوب. نعم. فاقد طيب. أي سيطرة طيب. أمنية للدكتور محمد في طرابلس. نعم. نعم. يعني وأنت الآن تحكي عن المخاطر الأمنية بما يتعلق بالتحول الديموغرافي، يعني خلخلة التركيبة السكانية زي ما ذكرت. السؤال يعني من شقين، هل تشوف أن في مبالغة في الحديث عن تحول ديموغرافي في الجنوب الليبي؟ هذا الشق الأول. الشيء الثاني يخلينا نفكر في حلول تنموية. دائما نشوفه أنه اهتمام أمني، ما شفناش مثلا اهتمام في حلول تنموية يعني على المناطق الحدودية، بحيث يكون عندك حاجز بشري طبيعي يمنع تدفق الملايين من هؤلاء الناس. نعم، أنا في تصوري أن لسنا مبالغين في عملية التغير الديموغرافي في الجنوب. للأسف أن هذا التغير أنا أسميه القاتل الصامت. هناك الألاف من المهاجرين الغير شرعيين والغير ليبيين قدموا إلى ليبيا. طبعا هنا يجرنا الحديث عن الوضع السكاني والاجتماعي في الجنوب الذي يختلف عنه في الوسط وفي الشرق وفي الغرب الليبي. الجنوب الليبي له وضع استثنائي معقد من الناحية السكانية، حيث توجد فيه اثنيات عرقية اللي هم التبو والطوارق والسكان المحليين من القبائل العربية. في الأربع سنوات الأخيرة وبعد هذه الظروف الاستثنائية وبعد الانفلات الأمني الذي حدث في الجنوب، بدأوا العديد من الطوارق الموجودين في الجزائر وفي مالي وفي النيجر بالقدوم إلى أبناء عمومتهم في دولة ليبيا، الطوارق الليبيين، وأصبحوا يتواجدوا بكثرة في مدينة غات ووباري وأيضا مرزق مثلا ومدينة أو منطقة أم الأرانب التي لا تبعد إلا 130 كيلومتر عن سبها. أيضا عفوا هذه بالنسبة للتبو. بالنسبة للطوارق أو منطقة الطوارق والمتمركزة بشكل كبير في أوباري واللي هم يشكلوا الأغلبية السكانية بالإضافة إلى القبائل العربية، الآن أصبحوا يتحركوا بشكل سهل وسريع لنظرا للانفلات الأمني على الحدود، وأصبحت الأعداد الهائلة من الطوارق الذين يأتون من الجزائر ومن مالي ومن النيجر للاستقرار في ليبيا وفي منطقة غات وأوباري بالتحديد، أصبح يشكل إجعاز ومضايقات للسكان الأصليين للمحليين من الأصول العربية. هذه وهناك عديد من العائلات الآن أصبحت تهاجر من هذه المنطقة، أي منطقة غات وأوباري، إلى مناطق أخرى أكثر أمانا نتيجة للمضايقات التي تحصل لهم من قبل الطوارق. يعني دكتور محمد يعني نفهم من كلامك أن يعني في زي الهجرة الهادئة للليبيين الأصليين الآن من الجنوب نحو الشمال بسبب القصة. نعم. بسبب قدوم الناس الجدد هضم والتجمعات المبنية على أساس عرقي يعني إثني. صحيح. نعم، وخاصة أن هذه المجموعات أصبح من السهل تسليحها وسلحت حقيقة، يعني وأصبح يحمل السلاح ويمتهن التهريب في منطقة غات وأوباري. عملية تهريب البشر أو الهجرة غير شرعية أقل منها في منطقة القطرون والعوينات والمناطق الأخرى، ولكن للأسف في هذه المنطقة ينشط عملية تهريب المخدرات من غرب أفريقيا من وسط أفريقيا إلى هذه المنطقة إلى غات، ومن غات منه ينطلق إلى مصر، ومن مصر ينطلق إلى بقية دول الشرق. هذا يخليني نسأل دكتور محمد، هذا يعني حديثك كبير. نعم، يخليني نسأل عن طبيعة حركة الهجرة في ليبيا في مناطق ليبيا المختلفة. في الجنوب أكيد لها يعني خصائص مختلفة، في الغرب الليبي وفي الشرق، يعني هل في اختلاف في حركة الهجرة؟ صحيح. نعم، طبيعة الهجرة الغير شرعية تختلف باختلاف المناطق. يعني هي في النهاية هجرة غير شرعية
في الأصل الكل، ولكن الخصائص أو شكل الهجرة غير شرعية يختلف عنه في الجنوب، في الوسط، وفي الساحل، وفي المنطقة الشرقية. لنبدأ بالجنوب وهو الأساس، لأن الجنوب هو المصدر الأساسي لانطلاق المهاجرين القادمين من خلف الصحراء الكبرى. فنقطة التجمع الأولى هي منطقة الجنوب من الكفرة في الشمال، في الشرق الغربي أو الجنوب الشرقي عفوا، إلى درج أو وغات في الجنوب الغربي. هذه المنطقة بالكامل من الكفرة غربا في الغرب الشمالي أو في عفوا الجنوب الشرقي من الكفرة إلى غات والحدود الجزائرية. هذه المنطقة منطقة معقدة من الناحية السكانية، حيث وجود قلنا نعم إثنيات عرقية مختلفة، وجود طوارق وتبو والقبائل العربية المحلية أو السكان المحليين اللي من أصول عربية. هذه الإثنيات أو هذه العرقيات أو الأقليات الآن تحاول أن تسيطر بشتى الطرق على، وهناك صراع في الجنوب الآن حول السيطرة على المنافذ والحدود ومسارب التهريب وطرق قدوم المهاجرين الغير شرعيين وطرق التهريب، سواء تهريب البشر أو تهريب المواد المدعومة في ليبيا، المواد الغذائية أو المواد المعمرة كالسيارات وقطع الغيار، وكل شيء الآن أصبح يهرب، وأسواق تنصب الآن، بازارات على الحدود الليبية تباع فيها كل السلع الليبية التي تجلب من الشمال إلى الجنوب، الأمر الذي طبعا شكل خلل اقتصادي خطير جدا في الجنوب. فمسألة خلق توازن قوة في الجنوب أمر أصبح مهم جدا بين هذه الأطياف المختلفة، ودعم جهة معينة أو طيف معين في الجنوب سيأتي بنتائج سلبية، لأن الأطراف الأخرى يعتبروه عمل ضدهم وسيؤدي إلى صدمات وقتال. يعني ربما حتى لبعض المكونات، نعم يعني دكتور لو يصير يعني أن بعض الأطراف تدعم واحد من المكونات ربما يحن لأبناء عمومته يعني على الضفة الأخرى يعني في دول الجوار، يستقوي بأبناء عمومته يعني. طبعا بالتأكيد، وخاصة الآن فقدان السيطرة تماما على الحدود الجنوبية، لا من جهاز الهجرة غير شرعية ولا من جهاز مراقبة الحدود الجنوبية التابع للوزارة الدفاع. غياب هذه الأجهزة هو الذي طبعا ساعد وسهل عملية التهريب وتدفق المهاجرين الغير شرعيين للأسف الشديد. التغير طبعا هذه الطبيعة الخاصة بالجنوب عملية معالجتها لا يمكن أن تكون بنفس الشكل وبنفس الخطط الاستراتيجية المتبعة في مدن الساحل أو مدن الوسط. على سبيل المثال، ما يطبق في طرابلس من خطة مثلا، أو في القربولي أو في الزاوية أو في زوارة أو في مصراتة أو في بنغازي أو في طبرق، من خطط أمنية تقوم عليها وزارة الداخلية أو تشرف عليها وزارة الداخلية وينفذها جهاز مكافحة الهجرة غير شرعية في مناطق الساحل، لا يمكن أن تنجح في منطقة الجنوب للأسباب التي ذكرناها. أولا اتساع المساحة شاسعة جدا، ثانيا غياب الإمكانيات الممكنة لإنجاح هذه الخطط، ثالثا النسيج الاجتماعي المختلف في الجنوب عنه في الوسط وفي الشمال. فعملية التعاون أو دعم أي طائفة من هذه الطوائف، تبو أو طوارق أو القبائل الليبية، سيكون خطر جدا في حالة دعم جهة معينة على حساب جهة أخرى، لأن الصراع الآن على أشدة للسيطرة على مناطق النفوذ واللي هي المنافذ والبوابات ومسارب الخروج ودخول السلع والأفراد من وإلى ليبيا. أيضا هناك صراع أيضا على السيطرة على مناطق الحقول النفطية. نعم، هنا يصبح وضع خطة
مشابهة كما هي في طرابلس وفي في في مدن الساحل غير ناجحة في 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 الجنوب، ولن تأتي ب ب ب بنتائج إيجابية، بل بالعكس ربما تأتي بنتائج سلبية. لكن السؤال المطروح اسمح لي هو أنه كيف يمكن علاج هذه المشكلة أو هذه الظاهرة، ظاهرة الهجرة غير شرعية في الجنوب، في ظل هذا التشظي وفي ظل هذا الانفلات الأمني وفي ظل هذا الصراع الشبه مسلح أو مسلح ما بين هذه الأطياف، فالصدامات كل يوم نسمع عليها ما بين الطوارق والتبو والتبو وأولاد سليمان وإلى آخره من مكونات الجنوب. أيضا من الشيء الآخر الذي ساهم في تفاقم ظاهرة الهجرة غير شرعية في منطقة الجنوب هو أن الجنوب يقع خارج دائرة السيطرة السلطة المركزية في طرابلس وخارج سيطرة السلطة الأمنية المركزية. الجنوب بواقعية الآن وحقيقة خارج دائرة هذا التأثير، ومن ثم هذا الضعف وعدم قدرة الدولة على السيطرة الأمنية الحقيقية على منطقة الجنوب انعكس على الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة المركزية كمديريات الأمن والمجالس البلدية ومجالس المحلية وإلى آخره من الأجهزة الأمنية الموجودة والمعروفة في الجنوب، انعكس عليها هذا الوضع وأصبحت خارج دائرة التأثير في المشهد الأمني في الجنوب. انتقل المشهد الأمني في الجنوب إلى هذه الأطياف الثلاثة، الكل أصبح يشتري السلاح، الكل أصبح يسيطر على منطقة معينة، يريد أن يهرب، يريد أن يتاجر. نعم. النقطة الأخرى والمهمة والخطيرة في الجنوب الآن الجانب الاقتصادي. الآن ظهرت مجموعة من المهربين أصبحوا يملكون المال ويملكون السيولة المالية نظرا لعمليات التهريب من وإلى ليبيا. هؤلاء الأشخاص تكون لديهم رأس مال كبير، وأصبحت عملية الهجرة غير شرعية والتهريب، تهريب البشرة وتهريب المواد، أصبحت من مقومات الرئيسية في اقتصاد الجنوب، وهذه كارثة. هذا أجبر الناس، طبعا هذا زاد في ظل تردي الوضع الاقتصادي في الجنوب، غياب السيولة، تأخر المرتبات، فقدان فرص العمل للشباب في الجنوب، تراجع الخدمات العامة التي تقدمها الدولة في الجنوب أو ممكن تكون قد انعدمت نهائيا. كل هذه الأشياء ساعدت وساهمت في زيادة ظاهرة الهجرة غير شرعية واعتماد الناس على ريع الهجرة الغير شرعية والتهريب. الأشخاص الذين يقومون أو رؤساء العصابات التهريب أصبح يتكون لديهم رأس مال كبير، وأصبحوا الآن يشاركوا في الاقتصاد في منطقة الجنوب، فأصبحت تظهر شركات مقاولات لبناء المساكن وبيعها، وأصبحوا يبنوا في المصحات الطبية ويتم تأجيرها، أيضا أصبحوا يقدموا في السيولة، يعني الآن السيولة الموجودة والبديلة عن المنظومة المصرفية اللي شبه منهارة في الجنوب هي السيولة التي متوفرة لدى المهربين. الأمر الذي جعل الناس بما فيهم حتى العناصر التابعة لجهاز الهجرة غير شرعية أو الجهاز الأجهزة الأمنية بشكل عام فيهم العديد من الأشخاص لا يمانعون في التعامل مع المهربين، لأنهم هم من يوفروا لهم السيولة، هم يوفروا لهم فرص العمل الآن. أي بمعنى مختصر، اقتصاد أو الريع التهريب، هذه التجارة الغير مشروعة الغير قانونية أصبحت قانونية ومشروعة ومقبولة. نعم. لدى أهل الجنوب، لأن البديل عن الدولة. طيب دكتور محمد، قد غاب خدمات. نعم. الدولة غابت. نعم نعم. طيب دكتور محمد، يعني حنحكو. نعم. أيضا حتى على قضية مسارات التهريب، طرق التهريب، ونحكو حتى على التنسيق الأمني، التنسيق الأمني بين ليبيا وبين الدول اللي هي متضررة بشكل مباشر في قضية هجرة، ولكن خليك معنا دكتور محمد بعد الفاصل.
أهلا بكم من جديد، وما زال معنا دكتور محمد السويب الباحث في ظاهرة هجرة غير القانونية. دكتور محمد مرحبا بك من جديد. أهلا. نعم، يعني دكتور محمد كنا نحكي على الجنوب، وتقريبا أنت حطيت كل المؤشرات على الضوء الأحمر في الجنوب اللي يعني يكاد يكون بالمعنى الحرفي خارج إطار الدولة الليبية. لكن لو ننتقلوا لمحور له علاقة بقضية التنسيق الأمني بين ليبيا وبين الدول المتضررة بشكل مباشر في قضية هجرة غير قانونية، إيطاليا على سبيل المثال. نعم، أنا أسمح لي أستاذ خليل أن ننهي فيه ثلاث نقاط رئيسية. نعم، تفضل دكتور. بخصوص طبيعة الهجرة غير شرعية في الجنوب، أود أن ننهي ومن ثم ننتقل إلى سؤالك. نعم. بشكل مختصر، معالجة ظاهرة الهجرة غير شرعية والتهريب في الجنوب يحتاج إلى وضع خطة استراتيجية مستدامة ورصينة وقانونية تسير في أربع خطوط أو ثلاث خطوط متوازية. أولا، لابد من الإسراع وبأي شكل من الأشكال لتحقيق المصالحة الاجتماعية بين مكونات الجنوب. ثانيا، لابد من التوجه السريع للاستثمار الداخلي في الجنوب لتحسين وضع أهل الجنوب وإيجاد فرص عمل سريعة وممكنة. أيضا هذا الاستثمار يجب أن يتم سواء من الشركات الداخلية أو من رجال الأعمال الليبيين بالداخل ومن الشركات الأجنبية العاملة في الجنوب، وهي شركات عملاقة والتي لم نستفد منها في شيء ولم تقدم أي مشاريع استثمارية لتوفير فرص عمل لأهل الجنوب. أيضا هذا الإجراء الاقتصادي يكون بتوازي مع العمل على المصالحة وإنهاء الاحتقان والاقتتال ما بين مكونات الجنوب، لأن الوضع الاقتصادي لابد من فصله بأسرع وقت ممكن على اقتصاد أو ريع التهريب وريع الهجرة الغير شرعية التي تتجمع الآن وتكون رؤوس أموال بطرق غير شرعية وغير قانونية. النقطة الأخرى وهي ضرورية وتكون بتزامن وفي خط متوازي مع ما سبق ذكره، وهو دعم مديريات الأمن في الجنوب بالكامل، دعم حقيقي، إعادة تعيين أو ترجيع كل الضباط والأفراد الشرطة العاملين في السابق وتدريب ضباط جدد وتخريج دفعات جديدة من أهل الجنوب بشكل قانوني وبرواتب مجزية ورفع رواتبهم ودفع رواتبهم في وقتها، ودعهم بالإمكانيات المادية والمعنوية واللوجستية وتفعيل كافة نقاط التفتيش والبوابات في المنطقة الجنوبية وبالذات عبر السلطات القانونية والمركزية في طرابلس إلى مديريات الأمن في الجنوب وخاصة سبها التي أصبحت من أخطر المدن في ليبيا الآن نتيجة الصراعات السياسية والأيديولوجية والقبلية الحادثة في سبها. واستقرار سبها يعتبر من استقرار الجنوب لأن هي عاصمة الجنوب، يجب تفعيل مديرية أمن سبها ودعمها بشكل قانوني لكي تسير هذه الخطط في خط متوازي، لأن غير ذلك، لأن الحل الأمني أو العسكري أعتقد أو استعمال القوة الآن غير ممكن، لأن جهاز مكافحة الهجرة غير شرعية ووزارة الداخلية غير مخولين وغير قادرين على الخوض معارك مسلحة عسكرية في أعماق الصحراء الليبية وتحول ضباط الشرطة إلى قادة ميدانيين عسكريين. هذا العمل وهذه والمواجهات العسكرية هذا من صميم اختصاص الجيش وليس الشرطة. الشرطة هيئة مدنية، يعني ضابط شرطة الذي يتواجد في بوابة التوم أو في العوينات لا يمكن أن نطلب منه أن يتحول إلى قائد ميداني ويستعمل السلاح الثقيل والمتوسط لمواجهة الجماعات المسلحة. هذا غير صحيح وهذا ظلم لهؤلاء الضباط. وأنا أعرف أن الضباط والأفراد سواء في سبا أو في الجنوب أو في الشرق يعمل تحت ظروف صعبة جدا، رواتب متأخرة، رواتب متدنية، ولكنهم يعملوا ومشكورين على هذا العمل رغم هذه الظروف الاستثنائية، بالإضافة إلى ضباط وأفراد جهاز مكافحة الهجرة غير شرعية في المنطقة الغربية وكذلك ضباط وأفراد وزارة الداخلية. ولكن لا زال يحتاجون الكثير من الدعم وخاصة في الجنوب بالاتجاهات الأربعة والثلاثة المذكورة. إذا حدث أي خلل فيها، يعني بمعنى ببساطة، ملوم الشرطي
في القطرون لا يتعامل مع المهربين، لأن غض الطرف على شحنة مهربة من أو إلى ليبيا يدفع له ما يعادل راتبة لسنة كاملة. أعتقد أنه لن يتراجع في ذلك، والعديد منهم أو ما نقولش كلهم ولكن الأغلبية سيتعاملون مع التهريب، لأن هذا واقع، لأن مرتباتهم متأخرة ومتدنية، إمكانيات ضعيفة جدا، وإنهاء الهجرة غير شرعية في ليبيا لن يتم إلا إذا تمت في الجنوب، ولا بد من الاهتمام في مكافحة الهجرة غير شرعية وتركيز الخطط الحقيقية والاستراتيجية في الجنوب لكي تنهي هذه الظاهرة الخطيرة في في ليبيا. دكتور محمد، يعني أنا كنت سألتك عن التنسيق الأمني بين ليبيا وبين بعض الدول المتضررة، لكن خليني في نأخذ من نهاية حديثك نمشي لقضية مهمة أخرى قبل ما نحكي على التنسيق، قضية القوانين الليبية. هل تشوف أن القوانين الليبية زي ما يتم اتهامها هي قوانين هزيلة في قضية تعاملها مع ظاهرة الهجرة، ظاهرة التهريب، مع المهاجرين، مع يعني تجار البشر؟ أولاً في حالة في هذه الحالة الاستثنائية التي تمر بها الدولة الليبية، وفي حالة هذا الانفلات الأمني الموجود الآن والتشظي السياسي، من الممكن أن تتهم ليبيا بأي شيء، لأن ليبيا الآن في هذا الوضع هي تشكل الحلقة الأضعف في ملف الهجرة غير شرعية على المستوى الدولي، والدول سواء إيطاليا أو غير إيطاليا لا تبحث إلا على مصالحها، لا يهمها استقرار ليبيا ولا يهمها حقوق إنسان في ليبيا، ما يهمها هو تمرير مصالحها، وليبيا زي ما قلت لك الآن تشكل الحلقة الأضعف، فبالإمكان إلصاق أي تهمة لها. فيما يخص القوانين، في لدينا القانون رقم 19 الصادر في عام 2010 بشأن مكافحة الهجرة الغير شرعية. هذا القانون أكثر صرامة من القانون الإيطالي والقانون الألماني والفرنسي فيما يخص التعامل مع المهاجرين الغير شرعيين. فيه بعض المواد في هذا القانون تصل العقوبة فيها إلى المؤبد والإعدام في حالة أدى أي عمل لإزهاق روح مهاجر غير شرعي. أيضا هناك مواد تحكم إلى درجة السجن المؤبد أو الحبس المؤبد، السجن المؤبد على من يتعامل مع المهاجرين أو إيداءهم وإلى آخره. فيما يخص الجانب الإنساني في التعامل مع المهاجرين الغير شرعيين، احنا والله ممكن ندرس العالم في 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 تعاملنا الإنساني مع المهاجرين غير شرعيين بشكل عام، أتحدث وليس على حالات فردية داخل جماعات مسلحة أو أشخاص مجرمين، هذا موجود في جميع أنحاء العالم، يعني الإجرام الفردي، ولكن الشكل العام والظاهر العام. احنا في شهر رمضان نتقاسم في 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 إفطارنا مع المهاجرين الغير شرعيين، ولكم أن تنظروا في كل المدن في ليبيا ولاحظوا كيف يتم اقتسام إفطار رمضان مع المهاجرين الغير شرعيين، ونحن نتقاسم معهم غداءنا، في حين احنا شفنا قيمة حقوق الإنسان عند أوروبا عندما ارتفع عدد المهاجرين الغير شرعيين في في فيما حدث في سوريا في العام الماضي والعام الذي قبله، وكيف يعامل المهاجرين الغير شرعيين، لا إنسانية في معاملتهم للمهاجرين الغير إنسانيين، وما قاموا به يناقض ما يتحدثون عنه. لكن للأسف الشديد أن ضعفنا احنا وغياب الإعلام وغياب، وهذه مهم جدا طبعا، غياب الجانب الإعلامي فيما يخص الهجرة غير شرعية ومخاطرها وما تقدمه الدولة الليبية وأجهزتها من خدمات وأموال تنفق بالملايين على المهاجرين الغير شرعيين. ليبيا تعمل منذ 10 سنوات شرطي بالمجان لأوروبا لإيقاف هذا التدفق، والأوروبيين كل يوم يتحججوا بشيء، يوم ما فيش أمن، ويوم وحدوا الحكومات، ويوم احنا يتهمون بإنشاء أسواق رقيق. يعني صراحة الاتهامات هذه محتاجة لمن يرد عليها، محتاج لإعلام قوي، محتاج لتفعيل منظمات المجتمع المدني الكثيرة داخل ليبيا، وأنا أعرف منهم العديد من الشباب المتوقد للعمل في هذا الشأن، فقط محتاجين لتوجيه ومحتاجين لوضعهم على الخط الصحيح لنقل ما يحدث في ليبيا مع المهاجرين الغير شرعيين. هذا جانب. أما فيما يخص
الشطر الآخر من سؤالك وهو التنسيق الأمني، التعامل والتواصل مع المجتمع الدولي والتنسيق الأمني مع 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 دول. حقيقة قبل كل شيء أن المجتمع الدولي والدول الشريكة مع ليبيا في الهجرة غير الشرعية لعند الآن مقصرة، وأدائها لا يرتقي إلى مستوى المشكلة في ليبيا. العالم كله يعي أن دولة ليبيا هي دولة عبور وليست دولة مصدر للمهاجرين، المهاجرين الغير شرعيين، هذا واحد. ثانيا أن هذه الدول وعلى رأسها إيطاليا مرتبطة باتفاقيات دولية مع ليبيا ومع مفوضية الاتحاد الأوروبي في دعم السلطات الليبية لمكافحة الهجرة الغير شرعية، وإيطاليا إلى الآن من عام 2011 إلى الآن وهي تتلكى في عملية الإيفاء بتعهداتها، وتحاول أن تجعلنا نلف في نفس الدائرة، اجتماعات، لقاءات، مذكرات تفاهم إلى آخره. على ذكر مذكرات التفاهم أو الاتفاقيات الأوروبية الليبية، أو الاتفاقيات أو الأوروبية الليبية، مذكرة التفاهم الأخيرة التي حدثت ما بين دولة إيطاليا وليبيا عن طريق حكومة الوفاق في بداية عام 2017، بصراحة هذه الاتفاقية هي امتداد لاتفاقيات سابقة، وهي أول هذا المحض الاجتماع هو تفعيل لاتفاقيات سابقة. كنا نتمنى أن تستمر هذه الاتفاقيات لكي نجبر إيطاليا ونجبر مفوضية الاتحاد الأوروبي على الإيفاء باتفاقياتها السابقة مع ليبيا الموقعة لدعم ليبيا. هذه الاتفاقية صحيح من بعدها قل تسرب أو تدفق المهاجرين عبر البحر لإيطاليا ولأوروبا، وهذا حقيقة أو صراحة نظرا لأن تم تفعيل ودعم وتحرك الأجهزة الأمنية في 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 طرابلس وفي في الساحل بشكل عام، على رأسها جهاز مكافحة الهجرة غير شرعية الذين يعملون حقيقة في ظروف طيب جد دكتور صعبة. دكتور محمد أيضا خفر نعم. السواحل أيضا هذا نعم. نعم دكتور محمد يعني قبل أتيك نعم يعني بس قبل ما خليك تكمل نعم دكتور محمد بس جزئية بسيطة ولكن هذه نعم جزئية لها علاقة بتعامل الدول مع ليبيا يعني زي نعم. إيطاليا هل تشوف أن ربما يكون في يعني شيء مفسر مش مبرر أخلاقي طبعا أن هي تتعامل مع تشكيلات مسلحة مع أمراء يعني وتجار بشر عشان هي توقف الهجرات الضخمة، تحس أن ما عندها الشريك جدي في الأرض الليبية، ما عندها الشريك تتعامل معه داخل ليبيا؟ صحيح نعم نعم قلت لك احنا ضعف الأداء السياسي وضعف الأداء الأمني بشكل عام انعكس علينا، وقلت لك احنا أصبحنا الدائرة الأضعف. يعني هم في سبيل مصالحها، ما أنا قلت لك سابقا أن إيطاليا ما تهمها ليبيا بقدر ما تهمها مصالحها. إيطاليا تبي توقف المهاجرين غير شرعيين ما عندهاش مشكلة تتعامل مع أي شخص في ليبيا للقيام بهذا العمل، وهذا طبعا فضيحة وخطأ دولي. الآن إيطاليا تدفع، يجب أن تدفع الثمن عليه. يعني المهم هذه الاتفاقية قللت من تدفق المهاجرين من 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 مدن الساحل إلى إيطاليا، ولكن للأسف الشديد لم توقف تدفق المهاجرين من الجنوب. احنا ما يهمنا في المهاجرين هم وضعهم في ليبيا. ليبيا الآن تعاني، ليبيا الآن في 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 مفترق طرق خطير جدا من الناحية السكانية. احنا محاطون ب 200 مليون جائع اذا جاز التعبير، كلهم يبحثوا عن المال ويبحثوا عن الطعام ويبحثوا عن فرص العمل باي شكل من الاشكال. اذا لم ننتبه لهذا الوضع سنتفاجأ في سنوات قليله اننا نحن الليبيين اصبحنا اقليه حتى في يعني اذا كان فهمتك بشكل دقيق دكتور محمد في الجنوب يعني فقط. يعني كانك انت تصف ليبيا الان وهي محاطه ب 200 مليون شخص كانها هي البقعه المنخفضه يعني في المنطقه نسبه الى عدد سكانها قليل 6 مليون يعني. طبعا طبعا هذا 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 واقع ديموغرافي جغرافي سكاني ما يقدرش حد يدركه. يعني إذا نحن لابد أن نكون يقظين 200% من أجل الحفاظ على حدودنا، على وحدة ترابنا، على توحيد قرارنا السياسي، على توحيد جيشنا. لابد توحيد الجيش، ولابد من وجود جيش يحمي جهاز الهجرة غير شرعية ويحمي الحدود ويحمي جهاز حرس الحدود لكي يستطيعوا القيام بعملهم بشكل حقيقي وبشكل كامل.
وانا الحقيقه في بعض الناس يعني يلوم ويقول لك جهاز الهجره غير شرعيه لم يقوم باي عمل، وزاره الداخليه مقصره. وزاره الداخليه يا اخي لا تستطيع ان تقود معارك قتاليه بالاسلحه الثقيله والمتوسطه في اعماق الصحراء لمواجهه هؤلاء العصابات المسلحه والجماعات المسلحه، هذا اختصاص اصيل للجيش الغير موجود. نعم، السؤال الآن دكتور محمد بالنسبة لي نعم. لإيطاليا نعم نعم، هل نقدر الآن نسمي قبل ما نحكي إيطاليا يعني نعم. نصف تسمية للهجرة غير قانونية، هل نقدر في ظل الظروف اللي تحكي فيها الآن في ظل المعطيات والمؤشرات اللي حطيتنا على الضوء الأحمر نصف الهجرة، هل نقدر نصفها بأنها جريمة منظمة نسبة إلى أن دول أصلية دول مصدر متورطة فيها مسؤولين فيها رجال أمن متورطين في تهريب الآلاف والملايين من المهاجرين؟ نعم صحيح، العصابات تهريب البشر الآن أصبحت عصابات متعدية الحدود أو عابرة للحدود. عصابات التهريب فيها ليبيين، فيها طليان، فيها مالطيين وفرنسيس ويونان وأتراك وتوانسة ومغاربة وجزائريين، هذه عصابات الآن تعاني منها كل الدول في العالم. وعلى ذكر هذا الجانب أو الجريمة المنظمة، وزارة العدل في ليبيا والنائب العام الليبي قاموا بخطوة جيدة حقيقة في الطريق الصحيح، وهو توقيع بروتوكول مشترك مع إيطاليا فيما يخص بروتوكول قضائي مشترك فيما يخص عملية التحقيق والتحري وتبادل المعلومات على المجرمين أو الجرائم المنظمة أو عصابات الجريمة المنظمة، سواء في تهريب البشر أو الهجرة غير شرعية أو تهريب المخدرات أو الشبكات الإرهابية. وتم توقيع هذا البروتوكول ما بين النائب العام الليبي والمدعي العام الإيطالي طبعا بإشراف وزارة العدل الليبية ووزارة العدل الإيطالية، وهذه خطوة ممتازة لأن أصبحنا فيه تبادل المعلومات القانونية في القنوات الصحيحة، القنوات المناظرة لها على الطرف الآخر في إيطاليا. وهذه نتمنى أن تحدها وزارة الداخلية أيضا للضغط على وزارة الداخلية الإيطالية لتفعيل الاتفاقيات السابقة ولإجبار الإيطاليين على إيفاء بتعهداتهم لدعم وزارة الداخلية ودعم السلطات الليبية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب والإرهاب والمخدرات. طيب هذا نعم. دكتور محمد، من ناحية أخرى نعم نعم، يعني عشان حتى يعني يكون حوارنا تفاعلي قليلا، نحن يعني ماش عندنا وقت واجد، الحلقة الآن قاعدة تبث على الفيسبوك مباشر، في بعض المعلقين يعني عندهم اعتراضات، قالوا أن أو شعروا أن حديثك الآن عن جنوب ربما فيه نوع يعني من الهجوم على المكونات. لا أنا لا نعم بالعكس، إحنا ليس هجوم على المكونات، كيف يكون هجوم على المكونات؟ احنا الطوارق الليبيين هذوما جزء لا يتجزأ من الشعب الليبي، التبو جزء لا يتجزأ من الشعب الليبي، التبو الليبيين، لكن الطوارق القادمين الان من خلف الحدود الليبيه هؤلاء مهاجرين غير شرعيين، اجانب في ليبيا، لا يمكن. طبعا فيه اشكاليه اخرى وهذه انا ما أشرت لهاش، أن فيه أعداد هائلة جدا من التبو والطوارق القادمين من خلف الحدود الليبية من تشاد ومن نيجر موجودين في الجنوب الليبي منذ التسعينات، ولديهم أوراق تبوتية ولكن ليس لديهم الجنسية الليبية. هذه المجموعات يجب أن يوضع لها إطار دستوري قانوني حقيقي واضح، يا إما منحهم الجنسية الليبية ويصبحوا لهم ما لنا وعليهم ما علينا ويصبحوا ليبيين، يا إما يصبحوا أجانب ومهاجرين غير شرعيين ويتم إخراجهم من ليبيا. هذه إشكالية دستورية وقانونية أنا لا أفتي فيها، ولكن أن استقواء مكون التبو بالتبو الموجودين في الجزائر وفي تشاد وفي النيجر وجلبهم إلى ليبيا واعتبارهم ليبيين، هذا أعتقد لا يقره لا قانون ولا شرع ولا يقبل به أي ليبي ولا يقبل به حتى التبو الأحرار اللي نعرفوهم جيدا أو أبناء الطوارق الشرفاء اللي نعرفوهم. نعم دكتور محمد، كنا نحكوا على قضية التنسيق، نعم التنسيق الأمني ونحكوا على الدور الإيطالي يعني. نعم
الدور الإيطالي كما أسلفت ودائما أقولها إن إيطاليا لا يهمها إلا مصالحها، وهذا أمر طبيعي لأي دولة في العالم. حتى إحنا يجب لا تهمنا إلا مصالحنا، ويجب أن ننتزع هذه الحقوق انتزاع من إيطاليا ومن مفوضية الاتحاد الأوروبي، لأن هذا حقنا، ونحن لن نبقى دائما شرطي يشتغل بالمجان لحماية أوروبا من المهاجرين غير شرعيين، لأن تضرر الدولة الليبية من المهاجرين غير شرعيين أكثر من أوروبا وخاصة وأكثر من إيطاليا، وخاصة في هذه الظروف الاستثنائية والظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشعب الليبي الآن. من الصعب جدا أن نحن نصبح نعالج هذا الملف الدولي لمفردنا ولوحدنا. أيضا فيه نقطة أخرى يجب على متخذي القرار السياسي في ليبيا الانتباه لها، وعلى كل الشعب الليبي الانتباه لها، وهو أن هناك ضغط باتجاه حل مشكلة الهجرة غير شرعية على حساب ليبيا وتوطين المهاجرين الغير شرعيين في ليبيا. هذه النقطة يجب أن يتفطن لها كل الليبيين، ويجب أن نقف لها صف واحد وكلمة واحدة وبموقف رجل واحد، لأن لو حدث ذلك فهي كارثة وهي انتهاء لليبيا. الليبيين أو السلطات الليبية أو صانع القرار في ليبيا لن يرضى بأن يوطن المهاجرين الغير شرعيين في ليبيا وعلى حساب الشعب الليبي وعلى حساب الوضع الديمغرافي السكاني الليبي. هذا لكن إذا استمر هذا الوضع بهذا الشكل من التشظي والاضطراب الأمني والصدامات المسلحة والخلافات السياسية، فلا أستغرب أن يتم هذا الحل على حساب الدولة الليبية وعلى حساب الشعب الليبي وعلى حساب وحدة التراب الليبي، وأتمنى أن لا يحدث ذلك. يعني نعم، يعني دكتور محمد، في سؤالنا الأخير، يعني قبل ما نختم في الأربع دقائق الأخيرة هذه، السؤال عن مدى جدية الاتحاد الأوروبي في دعم ليبيا على الأرض، يعني نقص إمكانيات هائل عند الأجهزة الأمنية، أجهزة الشرطية زي ما ذكرتهن، مدى جدية دعمها؟ يعني حتى الآن ما شفناش حتى رؤية مشتركة بين دول الجوار، دول الطوق الجغرافي، يعني اللي هي لها علاقة بليبيا، يعني متضررة بالهجرة وبظاهرة التهريب اللي مرتبطة عضويا بظاهرة الإرهاب، الجزائر، تونس، تشاد، نيجر، ما فيش رؤية مشتركة عند الدول في قضية ظاهرة التهريب والهجرة. أنا أكرر أن ليبيا و إيجاد الحلول لليبيا ولهذه المشكلة بالتحديد القرار سيكون ليبي، لا يجب أن نعول لا على الاتحاد الأوروبي وعلى دول الجوار. دول الجوار يا أخي، الجزائر هي تصدر لنا في المهاجرين غير شرعيين. في فترة موجة الهجرة، هجرة السوريين نتيجة الأحداث في سوريا، كانوا السوريين يأتوا إلى الجزائر بشكل قانوني، ومن الجزائر يأتوا إلى غات، ومن غات يأتوا إلى ليبيا، ويتم عبور البحر المتوسط عن طريق مدن الساحل الليبي. تشاد أيضا تصدر لنا المهاجرين الغير شرعيين وتغض الطرف عن الهجرة غير شرعية. النيجر كذلك، النيجر وقعت العديد من الاتفاقيات لإلغاء شرط التأشيرة للدخول الأراضي التشادية للعديد من الدول الأفريقية الواقعة خلف النيجر. هذا شيء معناه، يعني معناه فتح النيجر طريق للمهاجرين الغير شرعيين من وسط وجنوب أفريقيا إلى ليبيا. الاتحاد الأوروبي يعرف ذلك، النيجر قرارها السياسي في باريس. على أي حال، احنا من يجب، احنا كليبيين وكسلطات ليبية هي التي يجب ان تضغط على الاتحاد الأوروبي، وهي التي يجب ان تحدد ماذا تريد من الاتحاد الأوروبي وان تتابع. نحن تغيب علينا عملية المتابعة للاتفاقيات وللاجتماعات وللتعهدات. نحن يجب ان ننادي بصوت اعلى من هذا الصوت. علينا ان نفعل الاعلام الخارجي والداخلي للمناداة. نعم دكتور محمد، والضغط على الاتحاد الأوروبي وعلى الدول. نعم، أشكرك. للأسف يعني داهمنا الوقت، وأكيد ما قدرناش نغطوا كل المحاور في قضية ظاهرة الهجرة غير قانونية، لأن الموضوع معقد جدا وفيه تفاصيل كثيرة، يعني ربما في حلقات قادمة. كنت سعيد جدا بوجودك معنا دكتور محمد سويب، الباحث في ظاهرة الهجرة غير القانونية. هيك كمل يعني حوارنا ونقاشنا التفاعلي مع الدكتور محمد سويب من روما في إيطاليا. فاصل قصير ونرجع من جديد.
كنا نحكوا على أزمة الهجرة غير القانونية. للأسف ليبيا يعني أصبحت بلد عند حظوظ كبيرة في قضية الأزمات، أزمة الهجرة، الأزمة الأمنية، الأزمة السياسية، الأزمة الاقتصادية، وأيضا الأهم والأخطر أزمة التعليم. في حلقة من الحلقات كان معنا الدكتور عبد الله علي عمران الأكاديمي والباحث، وحكينا على مجموعة إشكاليات وتعقيدات تواجه في العملية التعليمية في ليبيا. يعني التعليم في ليبيا يعتمد على الكم، ما يعتمدش على الكيف، ما يعتمدش على النوع. وحكى أيضا دكتور عبد الله أن حتى الكم لا يمكن أنك أنت تتكلم عنه بوصفة أنه هو كم منظم، يعني دائما مبعثرة، جهود مبعثرة، وما فيش أي نوع من أنواع التنظيم يعني، وما فيش أي هدف محدد، لأن ما عندهش رؤية، ما عندهش قاعدة أو زاوية نظر ينطلق منها. أيضا حكى الدكتور عبد الله علي عمران على قضية أن التعليم ما لاش علاقة بتنمية المهارات، ولا له علاقة بقضية تكوين الذات، أنه هو يجعل الذات تحقق، يعني المتعلم يحقق ذاته. وذكر أيضا من النقاط المهمة اللي هي معوق من معوقات العملية التعليمية في ليبيا، أن التعليم في ليبيا منفصل تماما عن الواقع. هذه إشكالية خطيرة جدا من حيث فكرة التطلعات البحثية، لأن في الأساس يعني لا يتبنى في أي سياسة بحثية ممكن هو تستفيد منها في توجهات الرأي العام. أيضا الدكتور عبد الله حكى على قضية أن التعليم في ليبيا أيضا منفصل عن فكرة سوق العمل، وما عندهش أي خطط لها علاقة بتلبية متطلبات سوق العمل. أشياء كثيرة، معوقات، إشكاليات كثيرة ذكرها الدكتور عبد الله علي عمران. اليوم في الجزء الثاني نحكو عن الحلول، أو نحاول نفكر بصوت عالي في قضية الحلول الممكنة المتاحة. وانضم لنا الآن من مدينة البيضاء دكتور عبد الله علي عمران الأكاديمي والباحث. أهلا وسهلا بك في برنامج البلاد. مساء الخير. أهلا وسهلا بك خليل. حكينا على الإشكاليات وعلى التعقيدات، وقدمنا يعني وقدمت لنا معنا قراءة نقدية. السؤال الآن عن الحلول، الناس أكيد تسأل عن الحلول، شنو الشيء الواقعي، الحل العملي المتاح اللي نقدر نبدأ به؟ بسم الله. انطلاقا من قدرتنا على تشخيص المشكلات نفسها، يمكننا أن نضع رؤية أو استراتيجية للحلول. دعني أعود بك لملخص أو رؤية عامة للمشاكل، والتي أرى أنها تنطلق أو تستند بالدرجة الأولى على غياب المؤسسة. ما الذي يعنيه غياب المؤسسة؟ هو غياب، نعم، من يضع الأفكار، ومن يضع الخطط، ومن يضع آليات تنفيذها. نعم نعم دكتور عبد الله، تسمع فينا؟ يبدو أن في خلل في الاتصال من المصدر، يعني دكتور عبد الله نحاول نعود بك الاتصال من جديد عشان يعني المشاهد، وعشان نحن نسمعوك بشكل أوضح ونشوفك بشكل أوضح. أيضا ما زلنا في إطار الحديث عن أزمة التعليم اللي هي الأزمة الأساسية، هي أزمة المعرفة، يعني تنعكس هو انعكاس لأزمة التعليم. وأساسا حتى الناس المتابعين والناس الدارسين والباحثين حتى في الأزمة السياسية يشوفوا أن هي يعني مظهر من مظاهر الأزمة الثقافية، من مظاهر أزمة التعليم. انضم لنا من جديد دكتور عبد الله علي عمران. دكتور مرحبا بك من جديد. أهلا بك خليل. نعم، استمرارا في الإجابة على سؤالك، كما أسلفت، الإشكالية الأساسية أو العائق الأساسي الذي اتفقنا على وجوده هو غياب المؤسسة. وبالتالي لكي نضع حلول مجدية لابد أن ننطلق من الإشكاليات. ما الذي نعنيه بغياب المؤسسة؟ هو غياب من يضع الرؤية والخطط، ويضع آليات التنفيذ، ويحدد من سيقوم بهذا التنفيذ، ثم بعد ذلك يكون لديه منتج أو يقدم لدينا منتج. كل هذه الأمور تمثلها بشكل أساسي المؤسسة. فعندما تغيب المؤسسة تغيب الوظائف التي تؤديها، وتسبب مشكلة كبيرة، وهي تفكك عناصر العملية التعليمية، بحيث يصبح من يضع الخطط أو غياب من يضع الخطط في جهة اللي المفروض يكلف بالخطط، من يشرف على تنفيذها، وفي النهاية ينعكس على أن يقدم لدينا منتج غير مجدي. ما هو الحل؟ الحلول يمكن تقسيمها إلى قسمين: حلول مؤقتة وآنية وعاجلة، وحلول بعيدة المدى وطويلة المدى. دعني أبدأ بالحلول المؤقتة، وإن كانت تمثل في حد ذاتها إشكالية. عادة ما تغرق مؤسساتنا في الحلول المؤقتة دون أن تضع استراتيجية لحلول يعني الدنيا. يعني تقصد الحلول السهلة دكتور عبد الله؟ نعم، الحلول الآنية الحالية التي نقوم بها غدا ونبدأ في انتظار نتائجها. لكن مؤسساتنا الحلول الآنية والمؤقتة تقضي على الأعراض، ولكنها لا تصل إلى جوهر المشكلة. نستطيع أن نقلل من أعراض تدني المستوى التعليمي،
وما انعكاساته على الواقع، ولكن لا نقضي عليه تماما. هذا الأمر يحتاج إلى حلول طويلة المدى وبعيدة الأمد. الحلول قريبة المدى أو الحلول الآنية والتي اقترحتها منذ فترة، لا بد أن يتعرض أو تتعرض العملية التعليمية لصدمة، ولا بد أن يتعرض هذا المجتمع لصدمة لكي نستطيع أن نقيم العملية التعليمية. يعني صدمة بأي معنى دكتور عبد الله عمران؟ يعني اقترحت على الجامعات، بمعنى واضح، اقترحت على الجامعات أن تضع معايير صارمة وتقوم باختبارات تعتمد على مقابلة شخصية واختبارات في المهارات الكتابة والمهارات الخاصة بكل فرع، بحيث يمكن أن يكون لدينا حملة شهادات ثانوية لا يحصلون على قبول من الجامعات. دعنا نقوم بصدمة للتعليم المتوسط، نخبره أن منتجاته وما يفرزه للجامعات غير قادر على الإيفاء بالحد الأدنى من هذه المتطلبات. لا بد أن تتعرض العملية التعليمية لصدمة، لا بد أن يكون لدينا بعض الخريجين الذين يحملون شهادات ثانوية ممن تحصلوا على نسب عالية نتيجة الفوضى التي حدثت في التعليم، يجدون أنفسهم بلا جامعات، لا يحصلون على قبول جامعة. لو قامت الجامعات بهذه الخطوة سوف تقوم بأمرين: الأول أن تحسن من جودة الطالب الذي يدخل إليها، طلاب المقبولين في الجامعات تكون لهم كفاءة وقدرة معينة أو قدرات معينة حسب تخصصاتهم. الأمر الآخر، نحدث صدمة للتعليم المتوسط ونخبره بأنه يعاني خلل. الأمر هذا يمكن الاستفادة منه على زوايا مختلفة بطرق مختلفة. أولا، يمكن أن نحدد مكمن الخطأ أو الخلل على الصعيد مثلا مدينة البيضاء. ولكن يعني دكتور عبد الله، يعني أيضا الحديث اللي تحكي فيه والتفاصيل هذه هي محتاجة لثقافة الفريق، ومحتاجة حتى لنظام المؤسسات اللي انت ذكرت أنه هو غير موجود، نظام المؤسسة المأسسة يعني. بدون كما أسلم، بدون مؤسسة، المؤسسة دورها أنها تربط عناصر العملية التعليمية بحيث تكون قادرة على تحقيق الأهداف. لو غابت المؤسسة لا يمكن القيام بهذا الأمر. وهذه المحاولات تأكيدا لما قلت تم التنويه لها سابقا، وكانت هناك محاولات للقيام بها ولكنها فشلت، لأن اللجان التي كلفت احتمدت نفس الشيء، قبول الطلاب بناء على الواسطة والمعرفة، ولم تراعى المعايير ولم تطبق بشكل جيد لأن المؤسسة غير موجودة ولا يوجد من يحاسب هؤلاء على قبول أشخاص غير أكفاء، فبالتالي فشلت هذه المحاولات. وبالتالي غياب المؤسسة، غياب من يضع الخطط ويحاسب الفاشلين على فشلهم، لا يمكن تحقيق أي هدف. وبالتالي يعني المؤسسة من الأهداف بعيدة المدى التي يجب التأكيد عليها. طيب بدون وجود مؤسسة دكتور عبد الله، هذا يخليني نفكر، يعني نسألك، هل الثقافة العامة داخل المؤسسات التعليمية العليا، في المؤسسات التعليمية في التعليم العالي، هل تشوف أن أي أكاديمي أو باحث يحاول أن هو يقدم رؤية يطور من آليات التعليم، مناهج التعليم، الكوادر التعليمية، هل تشوف أن ربما يتعرض، خلينا نقول، نوع من التكفير الأكاديمي؟ بصفة عامة هذا الأمر في كل جوانب الحياة الليبية. الحياة الليبية معرضة دائما للاكتئاب والملل، عدم القدرة على الإيمان بالذات والقدرات الخاصة. لا نستطيع، لا يمكن قبول أن هناك أفكار يمكن أن تخرجنا من مأزقنا. أيضا الحياة الليبية تعتمد على الغيرة والحسد، إذا كانت هذه الفكرة ليست منطلقة مني فلا يمكن قبولها ولا يمكن التأكيد عليها ولا يمكن تبنيها. فبالتالي معظم إن لم يكن كل المحاولات وقعت في هذا المأزق، إما مأزق إحباط من يتقدم بها من باب أنه لا يمكن إصلاح العالم، أو مأزق محاربتها ومهاجمتها لأن هذه الفكرة لم تخرج من يعني المسؤول. محافظة على الوضع الراهن، محافظة على الوضع القائم. هل كل المؤسسات وخاصة المؤسسات التعليمية تقوم انطلاقا من قاعدة الحفاظ على الوضع الراهن؟ علينا أن نسير اليوم كما سيرنا الأمس فقط، لا تقدم أي مبادرات أو خطط ولا لا تتوقع أي نتائج، وبالتالي لا تحاسب الفاشلين. لا يوجد هناك فاشل ولا يوجد هناك ناجح، الجميع متساوون، الأمور تسير بهذا الشكل إلى نتائج غير المعروفة لأننا لم ننطلق أساسا من الأهداف محددة. نعم نعم دكتور عبد الله، يعني في البعض ربما يعني يقول أو يشوف أن حديث دكتور عبد الله علي عمران يعني تشاؤمي جدا، وأن الوضع وأن العملية التعليمية في ليبيا تسير بشكل جيد، كيف ممكن ترد على هذا الرأي؟ بكل بساطة الأمور الراهنة هي التي تختبر نفسها، وكما أسلفت أخي خليل،
انعكاس إشكالية التعليم، أو كما يقول فرانسيس بيكون المعرفة هي القوة، ترى الهشاشة في كل مؤسساتنا، لأن مؤسساتنا لم تعتمد على المعرفة. الهشاشة في كل ثقافتنا العلمية والأدبية، مؤسساتنا التجارية، مؤسساتنا الاقتصادية، كل المؤسسات تعاني من مشكلة لأنها لم تبنى على معايير معرفية واضحة. هذا ناتج لأن نتاج العملية التعليمية سيء ومتدني. ليست الرؤية تشاؤمية، مؤسساتنا موجودة أمامنا ونراها ونرى منتجاتها الغير قادرة على التنافسية. نعم دكتور عبد الله، يعني كنت نبي نسألك عن جزئية من يتحمل المسؤولية. ونحن الآن نحكو نتكلم على عملية تعليمية يعني تكاد تكون منهارة. يبدو حكوا لي الزملاء أن يعني فقدنا الاتصال مع الدكتور عبد الله علي عمران، وما زلنا نتساءل من يتحمل المسؤولية في قضية العملية التعليمية الشبه منهارة. يعني نحن نحكو على عناصر المعادلة التعليمية، مناهج التعليم، كوادر التعليم، وآليات التعليم، خصوصا لما نتكلم يعني ونحكو على المستوى العالي، على التعليم العالي في الجامعات. ورجع من جديد معنا الدكتور عبد الله علي عمران. دكتور عبد الله، كنت نسأل فيك قبل ما ينقطع الاتصال عن من يتحمل المسؤولية، هل في أطراف محددة نقرأ يعني نلقوا عليها بالمسؤولية بالكامل ونقول لهم أنتم الآن تتحملوا في مسؤولية انهيار العملية التعليمية؟ المسؤولية تحمل على قدر مكانة المسؤول. المسؤولية تنطلق من أعلى الهرم. لا يمكن أن نبرر أو نتهم شخص بشكل مباشر، ولكن من تحمل مسؤولية أن يكون وزيرا للتعليم يتحمل المسؤولية بشكل أو بآخر. وكيل الوزارة انطلاقا إلى رؤساء الجامعات، عمداء الكليات، الجميع يتحمل مسؤولية حسب المنصب الذي يوجد فيه. كما أقول دائما، القضية ليست هي يعني، وإن كان تحمل المسؤولية قانونيا هذا أمر يخضع للجهات القانونية، ولكن يجب أن نوفر معايير للمحاسبة. يعني أن تكون يعني بعد 4 سنوات لدي معايير نحاكم أحاسب من خلالها الوزير. هذا الوزير استلم لمدة 4 سنوات، ما هي الخطة التي وضعتها خلال هذه السنوات الأربع، وما هي النتائج التي وصلنا إليها؟ لو استخدمنا هذه المعايير ولو قمنا بهذه الخطوات، في النهاية يمكننا أن نحدد. طيب السؤال عن الكادر التعليمي أيضا، يعني المعلمين سواء في التعليم الابتدائي ولا الثانوي ولا في التعليم العالي، هم جزء من منظومة. كما قلت، كما عندما تكون المنظومة مفككة نتيجة لغياب عنصر المؤسساتية، إذا يغيب عنصر المحاسبة. لا يمكنك بناء على ذلك، لأن الوزير نفسه لم يضع خطة بحيث أنني أستطيع بناء عليها أحاسبك. يعني في بداية العام الدراسي أضع خطة للجامعات وأحاسبها في نهاية الأمر. الجامعة تضع خطة وتحاسب أعضاء التدريس على تنفيذ هذه الخطة. عندما تكون هناك خطط واضحة يمكن من خلالها محاسبة المقصرين، كل حسب مكانه. الخطة التي يضعها الوزير يحاسب عليها الجامعات، الجامعات عندما تضع خطة تحاسب عمداء الكليات، عمداء الكليات يحاسبون رؤساء الأقسام، رؤساء الأقسام يحاسبون أعضاء التدريس. يكون لدينا تدريج في تحمل المسؤولية وتدريج في محاسبة المخطئين. هذا غياب هذا الأمر وغياب آليات المحاسبة نتيجة لأن المؤسسات نفسها لم تضع خطط، هو في المحصلة ما وصل بنا إلى ما نحن عليه الآن من تدني المنتج التعليمي. لو تعاملنا مع التعليم أو محصلات التعليم كمنتج، كبضاعة قادرة على المنافسة في السوق من جهة، وقادرة على تطبيق معايير محددة نحاكم بها هذا المنتج، لا استطعنا أن نحدد مكمن الخلل. طيب دكتور عبد الله، يعني هل نقدر نقول بوضوح يعني أن الجامعات الآن تنتج في أجيال وتخرج في أجيال وخريجين لا يمكن أن هم يديروا نهضة داخل البلد، بالعكس ربما هم يكونوا عبء على الدولة الليبية، نقدر نحكوها بهذا الوضوح؟ يعني بكل صدق ودون أن نشعر بوخز في القلب، العملية التعليمية في وضعها الراهن لا تقدم أي منتج مفيد، بل على العكس تمثل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة من جهة، وتمثل عبئا أخلاقيا وعبئا مسؤوليا على المسؤولين عنها، كما أنها تمثل عبئا معرفيا لأنها تقدم لنا أجيال يحملون شهادات مزورة وغير قادرين على أن يقدموا أي شيء لمجتمعهم ولواقعهم الذي يعيشون فيه، بل على العكس هم
يصبحون عبئا عليه. لو ذهب هذا الخريج إلى أي مؤسسة، هذه المؤسسة عليها أن تعيد تأهيله مرة أخرى ليصبح قادرا على أداء أي عمل. بل من جهة أخرى، أصبحت المؤسسات نتيجة لافتقاد الانتماء في داخلها، أصبحت المؤسسات وكأن نستطيع أن نقول أنها جزء من أي عمل تخريبي أو أي عمل إرهابي. لم تعد المؤسسات تؤدي أي دور معرفي، لم تعد حتى توفر البيئة الحاضنة للطالب بغض النظر عن جانب المعرفة. بالعكس، هناك كثير من المؤسسات وهناك كثير من الحالات تبين أن المؤسسة أو المناخ التعليمي يروج من خلاله لأفكار تطرف وأفكار منافية لكل المعايير الأخلاقية. يعني طيب دكتور عبد الله، شن المعادلة اللي نقدر نديروها، المعادلة المتزنة اللي تجمع بين متطلبات سوق العمل وبين العملية التعليمية؟ باختصار شديد جدا، نركز في البداية على الأشياء الأساسية. ما الذي نريده من التعليم؟ ما هي أساسيات العملية التعليمية؟ كما قلت سابقا، الهدف الأساسي هو القضاء على الأمية، أن يكون لدينا أشخاص قادرون على القراءة والكتابة. ثم بعد ذلك العملية التعليمية في كل بلدان العالم تمرر من خلالها أفكار وقيم ثقافية. يمكن خلال هذه الحقبة أن نمرر الكثير من الأفكار والقيم الثقافية التي سنحصد نتائجها بعد فترة قصيرة. كما قلت سابقا أيضا، يعني كأنك تقول إن ما عندهاش أهداف، إن العملية التعليمية في ليبيا ماشية وخلاص، ما فيش أي هدف، ما فيش أي استراتيجية، ما فيش أي نظرة مستقبلية. مطلقا لا توجد أي أهداف ولا توجد أي آليات ولا توجد نظرة مستقبلية. من ضمن المعايير التي أشار إليها معيار جودة التنافسية، أن العملية التعليمية الأستاذ نفسه لا يخضع للتطوير، نتيجة لأن العملية التعليمية نفسها لا تتطور. يعني أن العملية، لو أنت تضع أهداف للعملية التعليمية، بطبيعة الحال مع مرور الزمن سوف تتطور هذه الأهداف. نتيجة لغياب الأهداف غاب التطور، غابت فكرة تطوير عضو هيئة التدريس نفسه، وبالتالي أصبح في النهاية ينحدر تدريجيا إلى النهاية، ويقدم في النهاية منتج مفرغ من المحتوى المعرفي والقيمي والأخلاقي، ولا يمكن الاعتماد عليه في أي شيء يخص تطوير أو إحداث أي نهضة. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر، ممتن لك دكتور عبد الله علي عمران الأكاديمي والباحث في جامعة عمر المختار. هيك وصلنا إلى نهاية حلقة البلاد الليلة. تحياتي أنا خليل الحاسي، وأيضا تحيات فريق عمل برنامج البلاد. نتمنى لكم أمسية طيبة.